السلام عليكم الإخوان الأخوات الأحرار. طبعا أنا جيت كاين بزاف ديال الناس كانوا كيتسائلوا علاش أنا غبرت هاد الغبرة كاملة، ودابا أنا جيت. طبعا آخر فيديو ديالي سجلته نهار 1 أكتوبر، ولكن أنتم عارفين بأن داك مسخوط ديال النجاحي خرج عليا وكيحكمات المحكمة بأنني نخلص 30,000 دولار، وانتم عارفين ان الوضع ديالي دابا اليوم ما مصاوبش هنايا، ما عندي لا اوراق لا والو، يعني عايش متطفل هكا سكواطي عند صحابي. وباش نجمع هذوك الفليسات ما كاين ما نخبي عليكم الخوت، رانا غير خدمت عامل جنس. مهم دابا انا راه تمكنت نجمع لي 50% من داك الشيء، وقلت غادي نرتاح شي شويه عاد نكمل لانه تغلبت. شوفوا اللي بغى يلقى معايا شي حل، الله يرحم باكم اخوتي المغاربه. وكنشكركم جزيل الشكر.